من المدرب اللي لو رجع بك الزمن تمنيت انه ما دربك بالمنتخب؟ صراحه ذكرتني عمر أبو راس. انا اعتقد دوره الخليج اللي كانت في السعوديه اعتقد انها التاسعه، كنا حنقدم افضل مما قدمنا ويمكن نحقق البطوله لو خذينا، يعني كان المسؤول اختار جويل سانتانا في ذاك الفتره افضل من عمر أبو راس. عمر أبو راس صراحه اللي يكسر ويلاعب، هو يقول لنا كذا تلعب خشن، تلعب بقوه، تلعب عشان كذا كان يلاعب، عشان كذا كان يلاعب بعض العناصر اللي يعني ما بدي اذكر اساميهم، لكن كان يلعبهم وسط، يلعبهم محاور على ناس يعني عندهم خبرات، يعني عنده كان صراحه قناعات غريبه عمر أبو راس. ف يعني صراحه يعني تفاجأنا حتى في اختياره.